دلوقتي يا شيخنا لو في علاقة حب بين بنت وولد ما فيهاش عفاف دلوقتي، خلاص هما بيحبوا بعض وانت حبيبتي وانت مش عارفة ايه والكلام دوت، ما فيش اي عفاف. هل العلاقة دي يقسم عليها؟ طبعا يأثم عليها، بس مش يؤثم، يقسم يأثم دي اللي بتقوليها مش عربي، خلينا اشمعنى؟ ايه نتكلم عربي. يأثم بها اسمه كده، يأثم بها، نعم يأثم بها. طب هل الذنب ده يروح لو هما الاتنين اتجوزوا؟ لا مش هيروح، هما الاتنين اتجوزوا من بداية العقد يبدأ عدم الإثم، ومن قبل من كده هيفضل الإثم لعدم وجود العفاف. تمام، شكرا.